ارجع عند اسئله تسمح له؟ ما يمسك الاسئله. الصلاه والسلام على رسول الله، اهلا وسهلا فيكم ضيوفنا الكرام، اخوي محمد سراج وعبد الله القمي. حياكم الله في اسئله بسيطه جميله لطيفه. اتمنى الاجابه بشفافيه تامه وبوضوح. قاعد اسال. يا ابو ناصر ابو حمد اصبر. اتمنى منك يا استاذ معاد انك ما تتدخل في الامور الشخصيه. لا لا الاسئله اللي ما لها داعي. لا ما عليك، ماني ابو كاتم، ما عليك. تفضل. اسمع زاد، تفضل. محمد بزراج، شيء تخاف منه قبل البرنامج وبعد البرنامج، شيء مخوفك يعني، شيء تخاف منه؟ ما فهمت، اخاف منه في حياتي؟ شيء تتخوف منه في البرنامج يعني، قصدي فوبيا يعني. مو فوبيا، شيء تتخوف منه. انت دخلت البرنامج وفي شيء مخوف منه في البرنامج وبعد البرنامج؟ اي يتعلق بالبرنامج يعني، بالبرنامج وبعد البرنامج يعني، في الاعلام. الشهره سلاح ذو حدين. كيف تعرف انك طيب صرت مشهور يا محمد؟ يمكن ما انت مشهور يا محمد. ها؟ يمكن ما انت مشهور. متى تصنف نفسك مشهور؟ طيب اقول لك شيء، على اللي واجهناه برا يوم طلعنا 24 ساعه وانت كنت معنا هنا، عرفت ان عندنا جماهيريه وعندنا ناس يتابعونا، تعتبر مشهور كذا. طيب فاقول لك ان الشهره سلاح ذو حدين، ممكنها ترفعك في يوم من الايام، ممكن هذا يصير شيء ضدك. طيب يا محمد، ايش بديت بتقدمه بعد البرنامج؟ ايش الرؤيه والاشياء اللي غير البزنس اللي ذكرته؟ باذن الله في شيء في خاطرك يعني يخص برامج التواصل الاجتماعي، ايش الشيء اللي بتقدمه للناس؟ اكيد اكيد باذن الله عندي محتوى هادف ومضحك ومسلي باذن الله. ممكن توضح الهادف من ناحيه ايش؟ هادف يا اخوي، محتوى هادف اني يعني يستفيدون حق طول، يعني يستفيدون منه المشاهدين اللي يشاهدون لي، وفي نفس الوقت محتوى ترفيهي ومضحك باذن الله. اهم شيء ما يسيء لاي شخص او لاي شيء، وباذن الله بيكون محتوى جبار ان شاء الله. الله يوفقك عبود. ارحب. الله يبقيك. بعد ما تطلع من البرنامج، طبعا كلنا نعرف انك تركت الدراسه. نعم. بعد البرنامج فيه تقريبا، احنا بنطلع قبل رمضان، ورمضان اتوقع انه دراسه، لان النظام الجديد صار فيه دراسه في رمضان صح؟ احنا بترجع من زمان. هل بترجع للمدرسه؟ تكمل دراستك؟ او انك بتكتفي؟ انا احاول ان يعني الدراسه نخليها على جنب، يعني ما نحاول نتدخل فيها بزياده. اتمنى انك تجاوبني. اتمنى ان نظهر هذا السؤال. حقي من حقي انه ما يجاوب. من حقي من حقي. حتى سؤال ثاني. طيب. ايش توجه عبد الله بعد البرنامج؟ المهم ترى دراستي يعني انها ترى الحمد لله امورها زين وكل شيء. طيب. اسفين على السؤال ده. طيب. لا ما في مشكله. ايش توجهك بعد البرنامج في منصات التواصل الاجتماعي؟ بغض النظر عن اي شيء تبغى تفتحه، انا اتكلم عن منصات التواصل الاجتماعي، ايش بتقدم لجمهورك؟ راح اقدم كل شيء يرضي الله سبحانه وتعالى ثم الجمهور باذن الله. هذه اجابه نموذجيه، انا ابغى شيء مخصص. نعم مخصص في عبد الله، بيتعب على محتواه بشكل عام. بيتعب عليه يعني، بحاول اشدها، مع ان راح اتوقع راح تجيني ضغوطات قويه مع الدراسه، مع عمر واجد فهمت، ومع حكم يعني للعمر انه ما يعني اقدر اروح ارجع فهمت زي كذا فهمت، فراح يجيني صح ضغط قوي على المحتوى، ولكن بحاول اني اصمد مثل ما صمدت هنا وتعبت وشديت حيلي لين دخلت البرنامج. ربي يوفقني هذه اللحظه باذن الله، ربي يوفقني ان شاء الله بعد البرنامج، وفي يعني اعلاناتي واموري كلها ان شاء الله. الله يوفقك. بس لا زالت اجابه نموذجيه، انا متابع لعبد الله، ايش الشيء اللي بيجذبني في عبد الله؟ يخليني تحديث